الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى. ولا ليال وحين كسر دحجرني دروستي تحنها هيد كتاب كني صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحاين سوغرني درس كني تبناد أو كهض ليا السجود على الأرض والحصير إن لغو سجود للك إيا مركا قوغشا إن لغو سجود إنت آن درسيجينا بلابين وحان يربرا روشين لها كلمة سبق اللسان أهايد أو درسيجي هوري كجيرتي وحان تلمامي مركي آن كهد ليي نبي صلى الله عليه وسلم إنساقو تكنيا إن الحسن أما حسين النبي صلى الله عليه وسلم دوشة كفولين دبادنا أنو سجودي كسوك عيني أو سجي إنت أي عرورتو لما يسانيان عيارتو ده وحان تلمامي إني لبدو دو متانا هايين أرنتا سنة صح ماها حسن إيا حسين وحوينا حسن سند باني كلويناين إنت بادن أبادك سند كلوين دو إسلا كوران وحبادن اسم ديرا لكن إن أنت المامو إن أنا متانا هين أي سنة كلويناين من نوع حدا شيء سنة دي صدحات هجرية ذا من نوع حدا شيء سنة دي أفراد هجرية ذا يدش وياه السجود على الأرض والحصير وكان يسجد وحوها نبي صلى الله عليه وسلم متك السجود على الأرض للك كثيرا إنبذا النبي صلى الله عليه وسلم وجهك أيو دول كديجي تشري أو كسوتشودي تشري تاسو حيكسو هرشيدا عدة من سن وقل يهن روافض أي أبدا إن دول كأنو ظاهر أهين أو دجحان مركا أي دكتان أما سوتشود أما لغها أيو استاجي هم ب أي كسو هرشيدا سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيا هيد إن دول كوجهك ديجو أو كسوتشود وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يسجد متك سجودا على الأرض للك متك سجودا كثيرا إنبذا وكان أصحابه أصحابتي سنوحي أهايين يصلون معه كولت كذا النبي صلى الله عليه وسلم لشركيس في شدة الحر كليلك أؤاد أبذا للك حجاز أما الجزيرة العربية ندتك يقانا ويقرانا يعني لول آد أكل الوي ودرجة الحرارة إلا أي كنتن قادو مرمر أي دعضو لول كنو عاسا وكلي الكمركة وعيدي كردعو نبي صلى الله عليه وسلم نمساجد كيسو مساجد قوغلن مو أهين ها مركا نبي صلى الله عليه وسلم وشيك أيو لول كديقي وكسو تشودي وي فإن لم يستطع هديئان كرين أحدهم قف كميد أمرك الصحابة إن سجود أو وجهك ديغو أن يمكن إن أمرك كحجي أو ديغو جبهته جبهدي سئي أمرك إن هل كان وجهك من الأرض للك بسط ثوبه هدي كلي لكم أمرك زيادة هي مرضي سئي قغلني فسجد عليه مرضى أيانك سجودي وكان يقول حورن شري النبي صلى الله عليه وسلم مركي وكسو هدلي وحيابها امضها كلا اي امدني ديرته اي الهي سبحانه وتعالى وقلنا حريستي وحاو كهدلي وحاو يري وجعلت الارض وحا لغيلي دولكي كلها دمانتيد كل الارض دمانتيد وحا لغيلي لي انيغا اي ولي امتي امدي مسجدا وطهورا مساجد إيه قوب لغتو كذنا وانا لوغا ديغي وطهورا وحا نكو دهارت قادا نوها دي آنو بيويننا وآنو كبوريسا نو أيانا لوغا ديغي ومدهي هوري
salawaadku waxa ay ugu bixi jireen oo salaada lagaga aqbali jiray qofku marka uu goobaha cibaadada ee loogu talagalay la tago kaliya. لكن أمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى هاي وحوقف ذوذيي إن قوب كستا أو رولك كميد أو نظيف قفك أو كتو كنكر صلاتنا أي كغا سحي سوي فأينما أدركت ميل كستا أو أي كسو هليشو رجلا من أمتي نن أما قف أمد إذا كميد وإذا أطلق الرجل هدي مركا نن لتلمامو مركا أحكام الشريعة التي المام يعموم كأه رقي يدو مربو يسوهوس قليان أو هديان يجرين وح تخصيصين أو رقا وحا مركا كقاريالي فأينما أدركت ميلك استو أي كسوها ليشو رجلا من أمتي نن أما قف أمضى إذا كمد الصلاة صلاة فعنده مسجده قف كاسي مساجد كيسيبو هايستائي قوبتي وكتكن لها وعنده طهوره طهارة وقاضا لها هدي بيواينا أعيدي أهي مركا حيستا وكان من قبلي وكان النبي صلى الله عليه وسلم تلمامي وحا أي أهايين أمديه إيقوه الرئي يعظمون ذلك كو مركا أرنتا ويني إنما كانوا يصلون وحي أهايين أو كلية كو كتكد في كنائسهم كنيسته ودو النصارى دي وبيعهم إيو ماله أي عبادة سنشرين يهود أو بيع ليلة هدو كنيسة هنوى تنصارى دا بيعنا وحوية وتيهود وي مركا مالها أنبع عبادة لقى أقبل شري وكان ربما سجد نبي صلى الله عليه وسلم وحادع شرتي مركا قيبتو دينو كسجودو في طين وما dulki oo marka dhoobo iyo biyo isdhex galay ayaalan inuu wajiga dhigo ayaa dhici jirtay nabiga sallallahu alayhi wa sallam masjidkiisa dusha waxa ka saarna laamihi timirta laamaha timirtuna biyaha way soo deynayeen oo uu darorayay dabadeedna ciidii dhulka taalay markay qoydo nabigu sallallahu alayhi wa sallam uu ku sujuuday oo wajiga ayuu dhigayay وقد وقع له ذلك أرنتا سنوحا أي كرد عضي في صبح ليلة 21 صبح نمدي هبينكي كوبي اللباتاناد من رمضان رمضان أحيد حين أمطرت السماء وقت قاسو روبو الدائي ومركا عيركا روبو كيمي وسال سقف المسجد أو الدروري سقف كي أما قيبتي سرعي مساجد كنا أي سو الدرورتي وكان وحايا هيد من جريد النخل وكسميسا لامها جيت كتمرتا أيو أها وحي لقود ذي مساجد النبي صلى الله عليه وسلم فسجد صلى الله عليه وسلم نبي وكسجودي ها وكسجودي في الماء والطين بيه يروبدي استحق لي قيان كيدو الكيالي أي أبو وجهي قرده النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد الخدري صحابي رضي الله عنه أرضاه أبو سعيد الخدري أيا وحويلي فأبصرت عيناي لبضي ذا إندود وحا أي قبتين أو آن أركي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وعلى جبهته يدأ وجهيس أي كيالان إيا وأنفه سنكيس أثر الماء والطين raadkii dhoobadii iyo biyihii uu ku sujuuday ay ka daayaan baan arkay buu yiri marka waxay ku tusinaysaa meesha inay qallalan tahay khasab ma aha meel qoyan xitaa waa lagu sujuudi karaa oo waa lagu tukan karaa ayuu sheekhu rabaa inuu tilmaamo wa kana yusalli nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu kalo ku tukan jiray alal khumrati سجايد أما وجه ديغشو وحا وجهك الله سارا خمرة ليلة من الخمار بيكتمي أوه وحي وجهك مركا لقود دي أحيانا وقت يدا قيبتود وعلى الحصير الدرين أيو ديغان أي مركا إيو جوجل أيو كسو جود أيو كتو كان أي أحيانا وقت يدا قيبتود مركا عيد للك أحيد مرو كتو كدو مرو سجايد يرلكتو مرو جوجل كلا لكتو انتبه النبي صلى الله عليه وسلم وأي كسوغنتهي وصلى وحكتك ذي نبي عليه الصلاة والسلام مرة وصلى عليه نبي صلى الله عليه وسلم كدلتك ذي مرة
مر أختي هذا كمد أه وقد اسود ها وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحوك لو كنت كذي مرة مروة حصيركي أما درنتي أي مروة كنت كذي وقد اسود يد مذوباتي من طول ما لبس انت يعني ديرانتا انت لحدي أما الله استعمالي انت الله استعمالي ديرانتي إذا أوجد يد لم مذوباتي أو مركات أرياكتي أي النبي صلى الله عليه وسلم كنت كذي إني أسكك أحيد معنى هذا ما أها إن أنا طاهر أهين مركا شيء جي أو أن أسكك أهو أن نظيف أهين أيا الوجود التكن يا ما دام طاهر أهين هل كان شيخ حكقة تي حديثك وحلقوت المامي من طول ما لبس جوجل للك تالي أيا وحلي أنتي للبستي يعني دررك أنتي للبستي أي وقت بدن أو الاستعمال يدرتيد أي كنت كذي ما دام جوجشي لبس لوجود المامي شيخ هلك وحو كقاتي إن أي نهي تهي حريرته إن لجوجلده حريرته رجع مسلمين تأو حلود ذي حدا شديدة إن أي حدان ما دام حديث كني جوجشي لجوجلنا يينا وحدا شكر لكاي ومن طول ما لبس ليلي شيخ وحو كقاتي وحليهي وفي الحديث دليل وحاشية بقول إيا كنت صفحة وفي الحديث دليل على أن الجلوس على شيء ما هو لبس له فيدل على تحريم الجلوس على الحرير لثبوت النهي عن لبسه في الصحيحين وغيرهما بل ورد فيهما النهي الصريح عن الجلوس عليه فلا تغتر بمن أباحه من الكبار وحقر يا إن علماء ووينا قيب كمي دعو بني أي تيران حريرت إن لغو فريسان كرو جوجلنا لغادي كان كرو مركب حولي هاي حديث كان وحو عدين يا كفريش إن لغو فريستو شيغا إن أولمي دي هاي إن لحرداي سيد حديث كان تلمامي وحونا تلمامي يا مركب حريرتي إن لغو فريستو إن إيانا حاران تهي سببتو أهنهي كان وحو كسو أراري حديث صحيحين كبخاري مسلم بكسو كان إيا غير كودبا بل نهي عدبا وحو كسو أراري إن لغو فريستو مركب هكو كتسو من بولي عدي بنايسي مركان النبي صلى الله عليه وسلم إنه مرضى درنتها مذوباتي وكنت كذي أي مركان حديثك وينوت المامي الرفع من السجود سجودي أو مركان لقصو كعيو ثم كان صلى الله عليه وسلم نبيه وحاوها يرفع مذكر السوق هذا رأسه مذيحيس من السجود سجود مكبرا إساق أو مركان تكبيرا أي والله أكبر لأيك سوق هذا وشيقا وأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرنتا وحأو فري ننكي لورنشري المسيء صلاته ننكي سلادي سحمي فقال وحان كيري لا يتم صلاة صلاة أمر ما يسترنتو لأحد من الناس قفضتك كمدة حتى يسجد إلا أسجود حتى تطمئن إلا أي حسشو مفاصله كالقويس يديسو إلا أي حسيشو محال ديدن يهي سجودي بات سي آدي واتشي قاد انتا دولك ساو تاشي ستي بات مركي بلا سو بودي مركا حبنا هاقي دولك سيفي عنومي فريسان مركا سجودو حال الربا واتشي مركا دولك كوغا باتيد حبنا هاقا عدن حبين كستا إني حسيشو مركا أي سيفي عن مركا أو سجودو أي لدوني ثم يقول دبادنا ويراه دو الله أكبر تكبيرتي ومركا ماذا حكر وسو قادو ويرفع ويرفع يعني ماذا حكوا له تكبيرته رويه ويرفع رأسه دبدنا ومدحه سكر سقاضه حتى يستوي قاعدا إلا أسنم إسقى فديا وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مدقعمه سكر ولا سقاضه مع هذا التكبير تكبيرة أحيانا وقت يد قيبت النبي صلى الله عليه وسلم مركز تكمس وقنان شرينو قعمها كروس وقاذئه وتلمامي تكبيرة الإحرام كسيدي قعمها كرلو وقاذئي وقتها دقيبت دينو النبي صلى الله عليه وسلم كروس وقاذئي شري أيوما كاشيخ تلمامي ثم يفرش
فدي فريسانين ثم يفرش إنه دبدنا أوجل ذو رجله اليسرى لكتي سبده أوجل ذو فيقعد عليها ونكد الفريستو مطمئنا إسقاك حسليا لبدي اللقود لكتي بده إن أمرك دشيا ذو كفريستو إسقاك أوجل ذي وأمر بذلك نبي صلى الله عليه وسلم أرنت أيو فري المسيء صلاته نكي سلادي سحميو فقال وحيري إذا سجدت هديئات سجودد فمكن لسجودك كحسل أو مركعلولك كوقب سجودادا فإذا رفعت هديئات كرؤسو قاددنا فاقعد كفريسو على فخذك اليسرى لكتادا بذح بوددادا أما بوددادا بذح مركع كفريسو وكان ينصب وحوها النبي صلى الله عليه وسلم متاقا مكا رجله اليمنى لكتي سمدك ويستقبل إيمتك قابل بأصابعها فرهذا القبلة قبلة مكا فردقي فرديدي سواء روري مكا صلاة اللتشوغو فردكم إذا أيوت المامي وإفتراشك إفتراشك إن لغ مكا قفك لغتا كفريستو أو بوددا أما إن دين عنا ودول كديجو وفرديجا وقدم بي سلادة أتحيات كده وقدم بي الله سميعه أيو النبي صلى الله عليه وسلم سيدا كتير ما ميا مركا الإقعاء بين السجدتين ها إقعاء وفردان يرنتي لبدا السجود وحدودا إقعاء دور قيود بو قيب سما إن شاء الله هو إنه تلمام دونا دور قيود بو قيب سما een qaybta koobaad waxa la yiraahdaa iqaa horta fadhiga guud ee salaada ku soo arooray aan si guud u tilmaamo laba hay'o ayaynu u kala qaybinaynaa hay'ada koobaad waxa weeye al-iftirash al-iftirash qofku in uu boodadiisa bidix uu ku fadhiisto lugta midigna oo marka qaybteeda cagta ah ومركا دولكا سا او ديغو فريهيدنا او قبلده او جيديو او سا او تاغو تاسي وا تكوباد وافتراش كان النبي صلى الله عليه وسلم كسغناداي وي ها طلباتنا وحا ويه اقعاغا اقعاغا اما فديدايرينتا اسنا لبا قيبود ايا لو كلا قادا ان سدح ميلودنا و غلا سدح ميلود ايو غلا ميد لبنيهي اي ميدان لبنين كأن لبنين وكا قفكو ومركا دبدا انتو دولكا ديغو او لغها تاغو قعمها او كلاسا انتو دولكا لو ديكتو دبدا دولكا لديغو لغها لتاغو كاسي ما بنانا وحان كلو ايانا بنانين او اقعاغا كميد قفكو انو ديريريو قعميهيسي او سا دولكا او ديكتو او سيدي حيواناتي مركا او فريستو ايانا ما بنانا ميد بنان باتشيرا oo ah fadhiga inta badan labada sujuudood u dhaxeeya oo wax weeye labadii lugoodba farahoodi inuu qiblada u jeediyo labadii lugood oo sa u taagan uu cidibtooda ku fariisto ka way banaantahay laakiin booska kaliya ee shariicadu u tilmaantay waa inta u dhaxeysa labada sujuudood fadhiga u dhaxeeya labada sujuudood kaliya loo tilmaamay ma jirto ahadiif tilmaamaysa إن النبي صلى الله عليه وسلم أما الصحابة أي التحيات كفر إسان جرين سدا وح أحاديثه تلماميسة ما جيرتو إن لغو براروغانا ولغم مارمانا رنتا وأيه وجوب الإقعاء بين السجدتين فردان يرينتي مركا لبذة سجودات ودحيسي وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا مرمر يقعي مد مركا فردقا وفريستا فردقا سوا قابك ينتصب وحاو تاقي شري على عقبيه لبدي سعر بود أي مركا كفريسن شري وصدور قدميه إيا مركا قيبته هوري لبدا لقودنا وحاو تشيدان مركا قبل ذي تشيدان يدو لكتساء تاقن تهي oo marka ayu dusha nabi sallallahu alayhi wasallam ciribteeda kaga fadhiisan jiray haashiyada safxadan sheekhu saaso kale ku sharaxaya wuxuu leeyahay
فكل هذه المواضيع لا يجوز فيها الإقعاء بالصفة الأولى، إنما يجوز للجلوس بين السجدتين. فدينا إن هذا تلماني فدي هذا كلا صلاة أردن كم بنانا وحكم بنانا فدي قال بذا التحيات والدحية أي تلمامية. وهي وجوب الإطمئنان بين السجدتين واجبني ماذا إن لو حصلوا فدي أردحية لبذا السجود. وكان صلى الله عليه وسلم نبي وحاوها يطمئن متك حصل حتى يرجع إلا أي كن قطه كل عظم لفكستا إلى موضعه بوسكي أي لهيد. أمر بذلك المسيء صلاته سدا أي فري ننكي سلادي سحميي وحكيري، وقال له حكيري لا تتم صلاة أحدكم قفكين سلادي سمر ما يسترنا حتى يفعل ذلك إلا أو سدا سمعي. وكان يطيلها فردق أمر كان النبي صلى الله عليه وسلم لبذا سجودات أدحية واختي ذا قيبت دواب ديرين شري حتى تكون إلا أي نقطة قريبا من سجدته مت سجودي سيمركا أدو. وأحيانا مرمرنا يمكث حب نقان شري حتى يقول القائل إلا قفك وحرن لها أويراه ذو قد نسي وابو إلا ونبي ينو سجودي كن نقضو وأتحيات بو إسكي فريستي إلا وقفك يراه ذو النبي صلى الله عليه وسلم إنه كل راقي شري أي مركعة المامية. شيخ صفحة بقولي صدحي كنتن حاشية وحلية وهذه السنة تركها الناس من بعد انقراض عصر الصحابة، وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي. وحليه سنة دتكو ويكتغان أو إن لغو نغادو مركا لغو راغو فردقا أردحيا لبدا سجودو إن لغو راغو دتكو هذا ويكتغان أيو ليه وانا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كسو أهرارتك. وكان صلى الله عليه وجوب الإطمئنان بين السجدتين بين السيدة كسو أردامين وايه الأذكار بين السجدتين هذا لبدا سجودو فردقا ونبي ديريني محل آخرين يا أذكارتا أودح حيسا ومحي أذكارتا سينو مركا إن شاء الله دور كميد أهتل مامدونا. وكان صلى الله عليه وسلم نبي وحاوها يقول في هذه الجلسة فردقا لبذا سجودات أودح حي وحاو كورن شري اللهم إله يو. وفي لفظ حديث كلا لفظي سنوحو تلمامي ربي إن لقو بدلي اللهم اغفر لي أما ربي اغفر لي لبذا بالله أورن أيو حدب قفكم مركا ودونو أي أوران كرا لبدا لفظي با أحاديث صحيحة كسارورين ها رب اغفر لي إلهي وإيدا بداف وارحمني إلهي وإن حريسو واجبرني إلهي وإيكب عمل كيغا لنان شبدا با كتشيرا أو وحبا كدين ميا سلاطة إذا وحبا كدين ميا نولو شيء ذا أوردني مرد ما يصيرنا أو وحبذا بعد ما نه وحي إجد من إلهي وإيكب وارفعني إلهي وكري قاد أدرج ذا إذا سريسي واهدني إلهي وإهج وإهنوني وهنون إسي وعافني إلهي وإعافي مادي عافي ما تكون عافي ما كعادي يا كريم ما هي دين تادو إن يكون عافي ما دلفت يدو عافي ما ها إلهي وأدون إيه آخر بقى إيه عافي مادي وي وارزقني إلهي وإرزاق وإرزاق قد النوع يدي ذا كالدوان إلهي وإسي. وتارة يقول ها وتارة يقول حديثا علمك هذا شاء صحيح حديث أي أجرت أو تلمانت إن ضعف تشيرو علمك لنوي حوشيان. وتارة يقول نبي صلى الله عليه وسلم مرمر نوحو أرن شيري الكام حيدين قرن ربي اغفر لي ربي اغفر لي كلمة يدين قرن مسحوك ورية ها ابن ماجه بسند جيد بكبر سمه ها وتارة يقول حيدين كحية
هذا كتابني واي ها اوكي وتارة يقول مرمرنا وحورن شري النبي صلى الله عليه وسلم ربي اغفر لي ربي اغفر لي انت سابكو كوبسن شري ان ولبدا جير كو عليا الهي او يدن بداف الهي او يدن بداف وكان يقولهما لبدن دنبه وحورن شري في صلاه الليل صلاه او هبينكي مركا توكنيو اي النبي صلى الله عليه وسلم ودن شري ثم كان يكبر دبد النبي تكبيرن شري او الله اكبر بو ودن شري ويسجد وحان سجود شري السجدة الثانية سجود لبعض أي سجود جري وأمر بذلك أرنتان وأوفري المسيء صلاته ننكي سلادي سحمي فقال له حوكيري بعد أن أمره كدمركي أوفري بالإطمئنان كحسيلد بين السجدتين لبدا السجود كما سبق سيدي هرين وصمرتي ثم تقول وحيد مركا وحاد أرنيسا الله أكبر الله أكبر بعد أرنيسا ثم تسجد دبد النوى السجود إيسا حتى تطمئن مفاصلك إلا أي كحسشو مركا كالقويسي دادو ثم فعل ذلك سيدان كسمي في صلاتك كلها صلاة داد أردن ها نبي صلى الله عليه وسلم مركا وحوت المامي إن سجود ومركا دبقو النغضو كدب مركي وفردقا كحسلي ودب مركا سجود يقول النغضو وكان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم حسمين شري في هذه السجدة سجودا ضمبا إلا بعد مثل ما صنع في الأولى سيدي أتيه رسمي أذكارتي وأخريي حبنه كسجودة يتضبط هاي إن هو رسو مرني أي تضبط بدول كديك شري سجودة إن لدما يسترو سجودة طريقة صحدة إن لو سجودة ولغم مرمان أو حبنها دول كاللغو قبطو سنك دول كاللتابسيو او سنك ايو جبهدا لبدا غعمود او دولكا لوغو قبطو لبدا غعمود دد بدن بد موداين فرح انديسا اسك يراهدان وحد مودا على عشي بدولكا اناني تابانين ان مركا سجود سفيعان حبن هيدي تدبد اها او اه وجيغا سنك لبدا على علود لبدا جيلب اي فرح لوغها تدبد ابا ان دولكا لوغو قبطو ايا ين لو باهين وايه ثم يرفع رأسه نوح كسو كعي مدحيس أي كرس قاضي مكبرا إسق أو تكبيرا يا الله أكبر له وأمر بذلك سدا أيان فري المسيء صلاته ننك سلادي سحمي فقال وحيدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له حكيدي بعد أن أمره بالسجدة الثانية سجودي سجود اللبات مركي أمري كذب كما مر سيدي إن صامرتي ثم يرفع رأسه مكبرا تبدأنا مدحي سكر سوغاضيا إساقوا الله أكبر له وقال له حنكيري وقال له حنكيري ثم اصنع سماء ذلك سدا في كل ركعة ركعة كستا وسجدة يسجود كستا فإذا فعلت ذلك هديئة سدا سميسد فقد تمت صلاتك صلاة ضوائي كود ما استرنتهي وإن أنقصت منه شيئا إنت لغو شيئا وحديئات كدنتدنا أنقصت من صلاتك صلاة دي بعد وحكدنتي هل كعلم ذو حائك قاتين وحيابها لتلمام أيو سجود قاب كان لو سمين أيو أذكارتا لآخرين أيو وحي ركنية دي ذا شيئا مويئ وحي واجب هذا وحي كاردين ما إن صلاة فضل كذي أجر كذي مركب وحكر الميان لكن صلاة أي أنصح نقول يسوع أي علم ذك قاتم وياه وكان يرفع يديه أحيانا مرمر النبي صلى الله عليه وسلم قاميه سأيو مركب كروق قاضي شري مركب سجود اللباد وكسر النقضو جلسة الاستراحة جلسة الاستراحة وفردي أدحية أما قلا رجعدا إن لباد مرك الله كعيو يثك عدا أفراد مرك الله كعيو لبدا وقت بوجلا وحتى كتير عدي هراء سجودي لبدا سجودات بعد سماي سي إن عدي رف ريستيد كديم نادي قام وحبا آخرين كور مرك أو كعدي دواد ثك عدي سدحات عدي لبدا عديد أما ثك عدي أفراد عديد فدي كنوع عزوا حليل هذا جلسة الاستراحة فدي كنص الشذا جلسة داس مذاهب تأفر تأه سدح مذهبود مقبان مذهب الشافعية كلية قبته مذهب الشافعية كلية أيها قبته
حديثك أي أدى لإشهدان وحديثك مالك بن الحويرث أي أدى لإشهدان ما دليل حوغن معها دليل حوغن جلسة داسي معها. ثم يستوي دبدا نقف كوسن ميا قاعدا إسقع فديا على رجله اليسرى فدي جيسا مركا لكتيسا بدح أيو كفري سنيا معتدلا إسقع مركا سن مي حتى يرجع كل عظم إلا حبين كستا يكون نقطه إلى موضعه بوسكيد وفدي عاجي هاي أتحياتك أوكالي أيو أوير فدي سنيا دبدا مركا رقع عدا سدحاد أما رقعدة لباد أما رقعدة أفراد أي مركز إذا أقوك عيا أي تلماميان مركز مصه قلنا ماذا هبتك لنا دليل حوق بدن أو أي اعتمادان وميهل شافعي ذاك ليا مركز غبته. الاعتماد على اليدين لبدا قعمود أو العسكذو في النهوض مركز لوك عيو إلى الركعة رقعدة مركز لوك عيو فرديكي بات كك عيسى marka aad ka caysid inaad gacmaha cuskatid oo aad jilbaha hor qaadid ayuu sheekhu ka hadlayaa masaladan ibn umar oo kamid ah saxaabada ugu dadaalka badnaa saxaabada nabiga sallallahu alayhi wa sallam marka ay timaado sunnaha tatbiiqintiisa waa u diidi jiray gacmaha in la horaysiyo gacmaha la cuskado ee qofku inuu si caadi ah u kaco oo marka isagoo aan gacmaha cuskan ayuu tilmaami jiray ha hadiiska marka tilmaamaya in nabigu sallallahu alayhi wasallam uu gacmaha cuskanay markuu ka cayayna sixadiisa waxa ku jirta xoga hadal ahba ku jirta inuu saxiix yahay oo culimada qaybtood darajadiisa aad bay hoos ugu dhigan sidoo kale ijmaal ba ku jira oo aan si fiican u cadaynayn sifadii uu nabigu sallallahu alayhi wasallam sameeyay ee xadiithka sifada salaatii nabiga sallallahu alayhi wasallam kasoo arortayna inta badan sida uma tilmaanto thumma kana sallallahu alayhi wasallam nabigu waxa uu aha wa sida uu sheekhu tilmaamayo yanhadu mid marka kaca mu'tamidan isagoo cuskanaya cala al-ardi dhulka ila ar-rak'ati ath-thaniya rak'ada labaad ayuu kacay marka فقعد لبدا يسيد او كعي وكان يعجن في الصلاه وحان النبي صلى الله عليه وسلم وسمين و هو دوبي غعنتا صلاه مركو كعيو مركو كعيو ايو سلاسو كلي غعمها او عسكني اسو غعمه غعنتي دوبان باجمال كو جيره وحا ويه عجين كمركا لا سمينيو مركا مره وا غعنتا سا لو ودا حفوجيا مرنا اسو او يدو باين كلا فرن با سا لا يداهدا nabigu sallallahu alayhi wasallam sidii kala furnaanta ahayd buu yiri oo gacanta saas u dhulka u dhigay mise iyada oo duuban buu sidan yiri ma cada mar hadii xukum sharci ah meesha laga qaadanayana daliilka laga qaadanaya in waadix noqdo waa laga mamarmaan marka imaam nawawi waa wuu dhaif yahay xadiiska wuxuu yiri xadiiskaasi waa dhaif ayuu yiri qofku sida uu u kacayo sida uu hadba awood haduu dhalinyaro yahay oo sida u boodi karana uu boodaya hadii uu qof culus yahay oo marka gacmaha cuskanayna uu cuskanaya laakiin mar hadii wixii sunna ay noqoto waa in daliilka ku soo arooray uu daliil sugan noqdaa marka oo waadixa oo si fiican loo fahmi karo wa kana yajinu wa ha nabi sallallahu alayhi wasallam duubi jiray ama fidin jiray sida ajinka loo sameeyo weeye fi salati salada marka uu marka kacayo yaatamidu isagoo cuskanaya ala yadayhi labadiisa gacmood ida qama hadii uu istaago وكان صلى الله عليه وسلم وحو نبيها اذا نهض مركه ككعو اما اوكعو في الركعه رقعده الثانيه لبعد استفتح وحكفر فرنيه بالحمد لله الكشيخ وحو ربا ان او كوموجيو دعادي اينو رقعده كوبات تلماني اي صلاه لو فرفرنيه دعاء الاستفتاح رقعده لبعد ان اني كجيرن بو كو تلمامايا او قفكو مركو استاغو aanu aamusayna faatixada oo bilaabayay walam yaskut manu mana nabi sallallahu alayhi wasallam aamusayn wa kana yasna'u fi rak'ati rak'adana wuxuu sameeyay nabi sallallahu alayhi wasallam mithla ma yasna'u fi al-ula rak'ati hore intu soo sameeyo kale illa annahu kana yaj'aluha aqsar laakin waxa uu ka dhigi jiray nabi sallallahu alayhi wasallam rak'ada dambe mid ka gaabantii hore
سنهنا واسدا رقعدا اوه رئيسا صلاة اوه دير رقعادي با رقعادا اي كدام بيسا ويكا قابان تحاي سنه واسدا ها إلا أنه كان وحوها نبي صلى الله عليه وسلم يجعلها متك يلا رقعادا دام بي أقصر متك قابان من الأولى تي هوري كما سبق سيدي هوري إنو سومرتي وي انتا وحوين اوه موجيه شيخو رقعادا دام بي iyo ragcadaha hore in ay marka isku xukunki u qaadanayaan wixii ay ku kala duwan yihiin ay tahay ducadii istiftaaxa intii uu kala ino soo sheegay sida loo rukuucayo sida loo sujuudayo waxa la akhrinayo waxay la mid tahay ragcadii horeena soo martay wajubu qiraati al-fatihati fi kulli rak'a wajibnimada akhriska fatihada ragcad kasta in la akhriyo horeyn u soo tilmaanay culimadu إن مسألة ذن كوكلا أركت دوينهن علماء غيب تود أي تلمامين قفكو هدو إمام لي هيرت صلاة هلا بالله كلا قاضية صلاة جهرية هي صلاة سرية صلاة سرية ذا قفك استاء كم دهدت كتكنية فتح ذن أخرى والله جربا أخرسكو وكلمة حبنايه إمام كنا وأخرنايا مأموم كنا وأخرنايا منفرد كنا وأخرنايا صلاه لوك الاركت دوين هي وصلاه جهريه ده ما دام امامك قران قران اخرنا يوم الى هنا سبحانه وتعالى وتلمامي هديق واذا قرئ القران هدي قران لا اخريو وحلي لي دغيستا امس ان ليدن حريستاد مدنتين ما دام سداس اي جيرتو ان اد وحكس كهوس اخرسيد او كهذا الشيد ayaan la ogolayn bi culimada qaybtood leeyihiin marka akhriska imaamka kugu filan culimada qaybtoodna waxay leeyihiin may faatixada markasta waa loo baahan yahay faatixada markasta waa loo baahan yahay si marka la isugu afajiyo in inta yare uu aamusan yahay imaamku aamiinta kadib inaad ka gaarsiin sidoo faatixada aad akhrisatid ayaad moodaa in aqwaasha culimada oo dhan ay isu soo aruurin karto oo marka ay isu keeni karto وقد أمر وحو فري نبي صلى الله عليه وسلم المسيا صلاته ننكي سلادي سحمي بقراءة الفاتحة إن أفاتحة كو أخري في كل ركعة ركعات كستا حيث قال له وحو كيري بعد أن أمره مركي وفري بقراءتها أخر سكيدا في الركعة الأولى ركعة دي كوباد ثم فعل ذلك كسماء في صلاتك كلها صلاة داد أوردن وفي رواية روايتك استنى في كل ركعة ركعتك استأيوت المامي وقال وحاؤون كل النبي صلى الله عليه وسلم في كل ركعة ركعتك استا قراءة قرآن أخرس باكوشيرا قرآن أخرس أي ركعتك استكوشيرا وقفك استاق ركعت داس قرآن أيوك أخرين يوي سيدا مركا وحكسة المامي صلاة انت ذي هراء التحيات كبين أنمي التشهد الأول التشهد الأول أتحيات كوباد مذاهب تقودهان مركا عينو يقنو أبو حنيفة إيا مالك وحا أي كتاقين إن أهاني واجب أهين أتحيات كهوري صلاة مركا سدح رقع دود أما أفر رقع دود صلاة هو اللي بقى يبود صلاة الفجر يدهل أتحيات بي لذا يكاوم بي لذا صلاة أتحيات دحيلي ومغرب إيا مركا صلاة أفر تأوي marka abu hanifa iyo malik waxay ku tageen in ay waajib ahayn oo ay sunnah tahay oo ay sunnah tahay shafi'i ama madhhab al-imam al-shafi'i waxa uu ku tagay ragcada koobeen labada ragcadood ee hore atahiyadkoodu in uu sunnah yahay atahiyad ka dambana uu tiir salaada kamid yahay oo aan laga tagi kareen ha ayu ku tagay in أحمد إيا إسحاق أحمد بن حنبل أما حنابلة إيا إسحاق وحيكو تغيين إن لبدأ تحيات بأي واجبيهين لبدأ تحيات بأي واجبيهين قليها هوري مالكية إيا حنفية إيا إني آية تحيات كادحي والسنية هي دليل كايستان دليل حوغن معها شافعية دليل كأيو عسكذين إن أتحيات كهرنا وسنية هي كدم بنا وتير صلاة كم ذي هي وحي له النبي صلى الله عليه وسلم عن مركي وكتجي أتحيات كهرى ولا وي وحو كوكبي سجود سهو ولا سجود ده
هدي مركا واجب أهان لها وكسو علين لها مر لبعض بولايمان لها تاس أي مركا دليل أوقا قاتين أي دليل أوقا قاتين لكن إذا لفت يدو محوق بدنا إذا لفت يدو محوق بدنا نبي صلى الله عليه وسلم صلاة وسيدة سميين صلاة الليل مركا صلاة بين اللي تكون أيو آدو بدن أي أحيد بعلماء التلماميين مركا دليل حوقا معها لبدأ سجودود أحمد إسحاق بعد مودعين يقول حوق بدن تهي أو لبدو بأي واجبيهين لكن واجب نمدو سجود سهو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل كيس كسو عرورتي سجود سهو يكون دعايا سببته هو محي هدي أن نرى أنه سنة التحيات كدحي سنة محي نكون قانا ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ووحقف كي سمينا مركا وأجر كي هلي وقف كان سمينا دميان وكراعين التحيات كدحينا أن سكتك وما يبنى أنتهي مايا إما بنانا أنا حسوسا كما تقيد مركا إني واجب لبدا التحيات بيهين أي أدمودين وحوق بدينه التشهد الأول التحيات كخوري جلسة التشهد الأول فرديك حدبا سيقو حلوك لقاضي فرديكونا وركني فرديك إن لو فريست التحياتك وركني التحياتك إن لأخريانا إسنا وركني وطيرك له والله بطير وإسا سارا وي ثم كان صلى الله عليه وسلم نبي وحوها يجلس مدء فريستا للتشهد التحياتك مدء فريستا بعد الفراغ مركو صورنا مايو من الركعة الثانية ركعة اللباد فإذا كانت الصلاة حديبا أي صلاة تهي ركعتين لبر ركعة دود كالصبح سيدة صلاة الفجر كأما صبح جلس وحو أفري سنة النبي صلى الله عليه وسلم مفترشا إساقو لقق لنيا لقنا تاقيا بردانا لول خرده يا مركا ساس أفري سنة سيدة تحياتي قدام بي لو أفري سنة أيو ما دام صلاة لبر ركعة دود تهي أفري سنة كما كان يجلس سيدو وفريسن شري بين السجدتين لبدا سجود دحدود مرمر وكان يجلس وحكلو وفريسن شري مرمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول تحيات كهرب وفريسن شري من الثلاثية صلاة صدح درق عدودة أو الرباعية أما صلاة أفر درق عدودة وأمر بذلك سيدا أيون فرع النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته نكي صلاة سحمي فقال وحو كيري فإذا جلست هديات فريستيد في وسط الصلاة صلاة أنت أتكد إحجرتيد فاطمئن حسل وافترش فخذك أما فخذك وحانت قبلتا بود ذادا اليسرى بذح ثم تشهد كدمنا التحيات كآخري وقال أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة نوحو يلي ونهاني خليلي وحاو يجنهي ويدي ذي صاحب كي والنبي صلى الله عليه وسلم لجهدو عن إقعاء فردان يرين كإقعاء الكلب سيدا أيق أفريستو كلا ولا يدي ذي وفي حديث آخر حديث كان وحاو يلي كان النبي صلى الله عليه وسلم وحوها ينهى مدي ذا عن عقبة الشيطان عرب شيطان عرب شيطان أي النبي صلى الله عليه وسلم ديدي شري اللغي يوسيدا انت اللغو قلي عربت هذا اللغو فريستي اللغتي متاقنا اوي قلنتهي فريه هذا الدب اوشيدان عربت منك فريستي تاسو ديدي شري بوران شري وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاعد في التشهد أتحيات قدوه فريستو وضع مدلق كفه اليمنى على عشي سمدك على فخذه بوذذي سيساري شري وفي رواية رواية نوحة الماميسة ركبته تشلب كبينه ساري شري اليمنى بذك ووضع وحنديك شري كفه اليسرى على عشي سبذحنا على فخذه بوذذي سي وفي رواية ركبته تشلب كيسة اليسرى بذح باسطها عليها إساقو أمرك أكل بحيي كعنتي أندو منين أكل بحيي أي ساري وكان صلى الله عليه وسلم نبي وحوها يضع مدلقا حد مرفقه حد مرفق مرفقه الأيمن ميلسمن أما حد كلسمن سحل كيس مدلق على فخذه الأيسر وحول السمي مركا بوذذي سمدلق
ونهى رجلا نن وحو أديدي وهو جالس إسقو فديا معتمدا معتمد على يده اليسرى في الصلاة نبو أركي النبي صلى الله عليه وسلم إسقو فديا تحياتك وفديا لكن قعنتي سبيد حدولك ساوقو قبانا يو عسكانيا أيو أركي وأن أديدي فقال وحنا كويري إنها صلاة اليهود وروى صلاة يهود إسكدا أيو النبي صلى الله عليه وسلم كويري قعنتي سيبو مركا دولك دغاي او دولك كو عسكدا وفي لفظ لفظ كلنا وحا لا تجلس ها افريسن هكذا سدا ها افريسن النبي صلى الله عليه وسلم كويري انما هذه تاني وحاوي جلسة الذين يعذبون وفرق دتك العذاب دون سدا ها افريسن النبي صلى الله عليه وسلم يري وقال اودن مركا ايا سو غليس او حديث كان ايا كعامسن حديث يهره وفي حديث آخر حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي قاعدة وفرق المغضوب عليهم ذاتك الله عراضي ويهود ويه فرقوا دي ويه مركا إنك عانتا سيدا لو عسكذو التحياتك لما أقول ويه تحريك الإصبع في التشهد فرطة دقاتين تيدا التحياتك مركا لغو تشيرو فرطة إن لا دقاتيو أن سجود مركا مذاهبته حي قبان أن نتل ما أنه شيخ خوري حديث كي بلوغي كتاب كي نحن كنري شيخ مذهب قارة مراع وحاو حديث تأي وحي راجح لأنه غضا أم براعي مذاهبته مركا أنا يقنو مالكي إذا أنت وذا بدن وحاو كتاقين إني بنان تهي لغاقا چينتا فرتن سلاة مركا تحياتك اللغو تشيرو أبو حنيفة إسقو ديدي لغاقا چينتا فرتا وحنفية مقبان انفرت بلا رغداغاتيو ما جرتو وح عدين ايا او شافعية ايا حنابلة كسو اروري او نصة ما جرتو ان رغداغاتيو فرتا كسابسا حكم كيدي قودو حوي واجب ما رغداغاتي انت فرتو واجب معها إن من أها السنة نبي صلى الله عليه وسلم أوتشوك تينشري إنو دغدغاتي والا شاقي لكن صلاة كستو أوتو كدو إنو دغدغاتي نشري نبي صلى الله عليه وسلم كما سقنا والسنة وحي تلمامان مركا مرة غفكو سمين كرو مرة إسكدين كرو وهي حديثك كوين وائل ابن حجر أيانا كسو أروري وحديثك لأو كسو أرورتي موضوع مجرتوي موضوع حديث كلاو كسو عرورتي ما جرتوي وكان صلى الله عليه وسلم نبي وحوها يبسط متفذية كفه اليسرى على عشي سبذيح على ركبته شلب كيساء اليسرى بذيح يكف ذنيي ويقبض أصابع كفه اليمنى فرها قعي على عشي سبذيقنا لما أنتو دو عليني أو قبني ويشير بأصبعه فرتي سأيوح كت المامي التي تلي الإبهام فرت حكت سولك إبهام حليل هذا فرت نقوه الرئيس سولك تن الوسطى بليل هذا فرت دحي مركا فرت دحي أيوح كت المامي إلى القبلة قبلة أيوح كت المامي ويرمي ببصره أرقي سنة أما إنديه سنة وحكو تشيذين إليها فرت فرت أيوه يجي فرين وحين أسوى مرني صلاة قفكو مركو تكون ينو سجودي سيئيغو التحيات كان مركا لفردي ينو سجودي سيئيغو اللهم باهنه فرتيسة ينو ايغا لو باهنه فرتيسة ينو ايغا ايا لو باهنه وايه وكان إذا أشار وحوها النبي صلى الله عليه وسلم وكتل الماما بإصبعه فرتيسة وضع بإبهامه وحوديق يي سول كيسة على إصبعه الوسطى فرتن لحي أيو مركا سار يي سولك سايو فرتن ساري وتارة مرمر وحوها كان وتارة مرمر كان وحوها يحلق بهما مد مركا قوبي يعني دغدغاش انت هذين وريشين يؤكله أدمو دي كر إيه هوس كليا ما هي مرمر إنه وريشين يؤكله فرتا أي أدمو ديسي وكان يرفع كرب أقاذي إصبعه فرتيسة يحركها إساقو دغدغاش يدعو بها إلهنا كبريا انت بدن مركا
مجا إله إلا حس هي سيدة شهادة وكل أشهد أن لا إله إلا الله أي سان أبو سرسان مدر دغاتشين أي وقت هذا الدعاء أو كله وحيابها التوحيد لا إله إلا الله هي كشرته أي سجارة مدر دغاتشين أي وي ويقول وحن أورنج النبي صلى الله عليه وسلم لهي فرتاس دغدغاتين تيدو أشد يدا أياك غدرا على الشيطان شيطانك من الحديد ها برت يداك غدرا ان فرد حدواتن فرتنا وحليا مرديسه ليده عفوا مرديسه ليده و و وصولكي يا مرديسدي يا فرد حدي وي تن ملا فاضما لودن جيري يا فريا رسول الله وكوكا ها مركا فرت عمر النبي صلى الله عليه وسلم دغدغاجيناي وفرتن مرديسده وي يعني السبابه السبابه اي ليده وكان وحوها النبي صلى وكان وحي أهاين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي يقول يأخذ بعضهم على بعض قيب تود بقيب تكلا أي كقب سنشرين هذه أنفرت على دغدغات يعني الإشارة بالأصبع في الدعاء إن فرت لو إشارة مركل الدعاء سنيو أي كقب سنشرين وقفنا أنفرت ساسا ماين بحاجة سمين ويدي بأورنشرين وي وكان وحوها صلى الله عليه وسلم نبي يفعل ذلك أرنت أمد سمية في التشهدين جميعا لبدأت حياة بو سمين شري ورأى رجلا نمبو أركي يدعو إلهي بري يؤد عيسنية بأصبعيه استقعوا لبدي فراد لبدي قعمود فروه ديبا كتاقيا فقال وحو كويري النبي صلى الله عليه وسلم أحد أحد أي كويري وركليه كليه هل إله باتشري هل فرك ليه يعني تلمان وأشار بالسبابة فرتها مردسة أكلي أيوب نبي صلى الله عليه وسلم أتل مامي إنو كدو عيستو وحنكوزو قبل بيننا وجوب التشهد إن شاء الله صيغ التشهد وير بدينيهين وقت بينا قاعدنا يان لكن وجوب التشهد بان إن شاء الله كوزو قبل بيننا وجوب التشهد الأول واجب لماذا تحيات كهورة ومشروعية الدعاء فيه إيا شرعيين تا إن لقد دعيست أتحياتك ثم كان وحوها صلى الله عليه وسلم نبيك يقرأ مد أخريا في كل ركعتين لبرك عدود كأوكستا التحية التحيات بأخرينه التحيات وحيابا خلدا التحيات ويدتك يلهدا التحيات وي تحية وصلان التحيات أي صحه التحيات صحمه مركا التحية أي أخرني وكان وحاؤها أول ما يتكلم به وحاؤه الرئي وكهضله عند القعدة مركا التحيات كأفريستو التحيات لله إنو يلاهدو وكان وحوها إذا نسيها نبي صلى الله عليه وسلم هديو إلا في الركعتين الأوليين لبدا ركعة دودة يسجد للسهوي سجود سهوي أيو مركا سجودي هدي أي دعوة إن عد التحيات كي اللودين أديق أوصي كعيا أو استكسيد وادي أما استعين عد حسوستيد أو أدب أقصو نقطيد فرديجي صلاة دعوة ويجبت ويبرت وأنا أدب صوب اللودة أنت ما لا فهم سببته ما حي استعو وتير كم إذا تيرر كصلاة فرديجنا لبدا التحيات قد حيانا وواجباتك صلاة إن تير كسو نقطيد أو واجب كسو نقطيد لما بنين لما أقول هدي أتشوك تيد أتحياتك وأوكي هدي أتكنه وده هولي وأنسفي عن أوكي وأوكي وتكون غنيسة لكن مرة دي أتحقي استاق أدواتي والدافت هدو إمامك سيدة السماية وكتغو سبحان الله ربنا أرد مايان دمر كنا سعب كيتومي مايان لو مشي يقول وهي سجود سهوي أياك في الله نيسا النبي صلى الله عليه وسلم يسجد للسهوي سجود سهوي أي ليمري وكان يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفري شري فيقول وحورن شري إذا قعدتم هديئات أفري ستان في كل رقعتين إلا برقع دود أوكستا فقولوا وحتى لهذان التحيات التحيات نهوي التحيات حديثك تلمام يسيدا علماء حيلين في كل ركعتين لفظ قاس ووهم بين لهن لفظ قاس حديث صحيح كما تشيرو والله ما سعدي لي
والإله التحيات إله إلى آخره التحيات كي ما يسترن أي تلمامي وليتخير حدور دورتو أحدكم قفكين من الدعاء دعاء الذي أعجبه إليه ها من الدعاء أعجبه إليه دعاء مركا وجع عليه عجب السي حدورته أو فليدعو الله إلهي كبري عز وجل به دعاء إلهي كبري أنت إنك قد بين حديثة تلمام يسا صلاته إن بدن أو كمد التحيات كهوري دعاء مراعية التحيات كهوري صلاة لبا التحيات له ما دعاء لما سعوت التحيات كهوري ها وأنا النبي صلى الله عليه وسلم سنة دي سنة أبضنيد إن أنا دعاء كدري شرين إن أنا دعاء كدري شرين أي أبضن تهيوي وأيه وفي لفظ لفظك لو حت المام يقول وحت راذان في كل جلسة فردكست التحيات دها وأمر به سدا أيان فري النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته نكي صلاتي سحمي أيضا سدوكله كما تقدم آني فسدي إن صومر تيمر دويد وكان وحوها صلى الله عليه وسلم نبيه يعلمهم مدبرا التشهد التحيات كأي صحابة بري شري كما يعلمهم سدا أبرو السورة من القرآن سورة قرآن كأ عروره إنما العامدها دكته إن التحيات كاللورد يقو أو قرآن كاللو قدرو سيد قرآن كاللو برأيو التحيات كان اللو برأو والاقا ممارمان وأي صحابة وحي تلمامين سيد قرآن اللو برأو أي التحيات كان نولو حفظين شرين نولو بري شريوي والسنة سنوهنا وحوية إخفاؤها التحيات كان نكر لو قادن إن أنا تكر أخرين وعود لمغلى يكو أخرين أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي تهيوي صيغ التشهد أي إن شاء الله درسي كان الدنبي كب الله بدونا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وحسو آلاء سؤال شيخ عن روحك إمام فرصان روحان تجي صلاة الدورك صح مركة حقعد يبدو بس أفراد أنا وجو ماشي أنا أتلات وفرصان يا الاستعي صح سبحان الله اي محاصره مركه سببته اه رقعده زياده اهي صلاتي كمان بيدها ها وحا ادو كعدي مركه تير اي سنه اي وح كلا تونا ماها ووح صلاتي بنك بحسن زياده مركه زياده هدا دو كعديد ولا غاسو علينا يا واسح ها يدو فدسانيسا تفضل شيخي صلاه بلتكون يا صح صلاه اد ماموم تحي امام كدبه تكنيسد ان تلاوه اد كر او قاديد ان واحد دليل اما وحسو اروري ما مر هدي اد ماموم تحي كدبه تكنيسد صلاه دي وخي اد لتكتين لتكو وخا كلنا ادغو هوسو اخرسته كدمايسو لكن صلاه اد منفرد تحي او كليغا تحي يدا سيغار او تكنيسا waxay kale oo keenin kartaa madarra kale oo hadii la yiraahdo cidii salaada soo habsantay oo dhani korha u qaado masaajidkii codku is wada qabsado ay keenin kartaa oo jamaacado dhan ay is wada qabsato saxaabadana wax laga soo wariyay inay sidan sameen jireen ma aha ah mar hadii aad imaam leedahay imaamkaaga saaqira adisu ay qiraa ku ahayd marka ay ragcada ku dhaafeen ragcadaha dambe adigu hoos u akhrisanaya ayaad ku dhameystiranaysa ah إن سجودنا صلاة جهرية ذا صلاة القرآن كذا كرلو قاضو هديئة تكنيس وآند إمام وأهين جماعة وأهين غصوة أخرين كتوحد بات أنا ملا صلاة جهرية ذا هديئة آند إمام أدو وأهين دتك وأدهوس أخر يسيد صلاة سوى أن صحي سوى واحد بات أنا ملا لكن هذا صلاة لما تي جماعة حاجة قبل الله
لكن هذا هو أخر شيء دم بكم راعيو يعني لما أورانا يو ما هذا القرآن كور وآخر مويدي صلاة هذا الحبا كده من لما أورانا يو آه لا بده بو آه فضل شو عصر في مشروع في شلة وحجوا جيمك صح من روما سوي شيء شيء مشكور طالق عليه صح ملا كبيرنا عاد وانحنا مكان جيم كان جوي وهو يسيستي بيبا حكاً مرمرية حكاً مرمرية كبينو أحنا كبينو كتكلي مركا مركي هرئات كباح حدان يسي الله أعرف من مصر من يسي طهارة يويسا أدقو كباح محراتي نيدا دون ما أهيد إن المسحي سميسي لبدا هدان أهين مسحي ما سمين كرتين آه لبدا هدان أهين مسحي ما سمين كرتين إن عبادة أتسيدا كوسا ما يسي إن شاء الله وانسح سببته شيء جهل بهرتكوجي أو ده ما تجرنين يا هذا تجرن إذا كوسا عليه شيء سكوي ديو ما يسوي ما كحك فكرين ما كشوع لساعة صلاة العصر كي شو كشوع لساعة ما كحلها نصيب قطب ودين تي مو بانديس لا ولا كوكرنا ما يهدي أديو أو جرانيا إن أنا سيدن كو أنصحين آت سماي سي الصلاة عن طهارة لهين ويسال هين بتكتي مركز صلاة ده 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 بجري ها مركز ده ده يان دراي صح مركز مكون قطع ما مو يسيس إن تكب حديد أو أدو يسيس تيد أي كورنا ما يسيس سوته ويسال هذا بعد ما يسترنين ويسال هو حيكون ما يسترن إيك المسح على الخفين سدح الرماد ولا جام مرمان وقتها حاجة إن وقتها إن قفكم مقيم كأهي شوقة هبين إيه مال اللو أقوليه وحد حدد ويسيستي وصار لما يسترن بد ويسيستي كبها واحد حرتهي أديكو أونية دكوا هي إن المسيح دون جدو أنا ساري دوني أيات حرتهي وهذا المسيح كرتها هبين إيه مال نسلا وقت قوتي كرتها حدي مركب شرط يكوبات إن النيات كحرتيد إيو إن وسط لما يسترن قبتيد إيو أرنت سد هذا وحيت هاي قفكي سفر كأهانا سدح مع الموت لو أقولي هاي قفكي كلنا هبين يا مال لو أقولي سدح على الموت بقى مهمة الفهم ها ها أنت أمبو يعني هل كي وسو هذا وسك لو وس يسنكرا مسح كلو ني يسنكرا واحد بعثام لها لكن كي هراء هبين يا مال بقصة منكرا سفر ك سفر كنا وسدح مع الموت وها مسخوش أي اسمه خسيان ووسدي عادي جاهي بمركي هرو حكو حدا يكبيه استجو نيدي كوهايا إن والمسح على الخفين سماينا يو وسد لما يسترنا قبا سدح مع الموت ووضيع ها ها وحياه تخفيف ك أدا دتكو مركي شقيين أو كونستركشن نوعي وحيابا أدق شقيين أدق لقى شقي وحيابا بهيدو ده لدرامة بيكمتها ها وملا قيب تودينا تكبه كوب بحسيد أيسك أدق تهاي أما ريسكي بدني وتشيرو هذه دون كيميكاليسي وح نقول خيالنا أي دبضان تهاي مركا وفرصة دين تو الناس يسي لا سامين كرو وكرم مركا فرمير مركا حكنا أول دكان تتيد ما سفر كا سفر كا اعتبار كيسة علماء قيبتو كتل ما مسديتن كيلومتر ويتران لكن سيد الراجحة وحوي وحكستا ومقع سفر وكدعو سفر وي تسالي أهان وحاسورة قل أهل مقالو وين تسالي أهان إدمنتون هدي جيس كده كسب هدي جيس كده سوحال قيابا إن أفرتن كيلومتر ميلاها سعوتي وصورة قل ملا غيب تودنا وقت بدنا سعوتي أفرت دقيقة إيو ساعدي أنا سعوتي تبى صورة قلة سفر معها مقالة ذي بقولي شوكته وحنا صورة قلة ملك لا أنت أدوس سفرتيد أنت عصوك لا أدوس سعوتيد لكن مقالك لا أي تهاي ملك لا ومقع كلا لا أي تهاي وسفر ها مركب مقع سفر كوا ماشى ذي ملك تكتب ملك لا أدي أنا ماشى ذي أهين بسفر مقالة لا أشوكتيد لكن جذي هي ذي يدو سفر معها وسفر لكن صدح تدوات باش خاينه ساعات تدوات لما سفر ما تشوف كثير مقاله هذه
مرحبا دجان كاجي يمشي هذا الجنيد يمجلا هذا تشوجين مسافر بعطايا صلاة وقت قصرين إسا ها والجو أقول يا صلاة هنا تجابيس وحكودي ليا مشرين نبي صلاة سر محاكاة سجناتي إن وغزوة أبحي دولام أبحي دجال دو دجال لما جل ولا سجي مدبل أهم مش تشوجين بشابة صلاة ولا قصرين أي ولا جابني بلدان صدّن مال موت مركات دور دور كي عصر كي واسل اسكو كارتها لكن دبا مغلي عصر كي بردان من كلمة سوء ليجيا دور لا تكون ايا واحدة باتها مالها جمع تقديم ايا جمع تأخير بلك ليلة ما دو يعني لبدا يعني سلا دور يا عصر كا دور كي واسل تكون كارتها دبنا واد سوء لي كارتها عصر كي واسل تكون كارتها مغربي عشاء نسدو كلاوي صلاة الفجر يدوا قار ها لبدا مغرب واد تكون كارتها عشاء واد تكون كارتها مغرب إيه عشاء إجا سألان مغرب مركز تكتيد بعد عشاء يكون داري كرتها واحد كلو سوي كرتها عشاء إجا أو عشاء إجي إيه مغرب كي هذا بعد بس كده داري كرتها ثانو وتسمين كرتها وعقود دي يا مشيرة أنت عاد سفر كرتها يا عاد فضل يا هاي سواش صوت خلا ويردو صح مركز سفر جليسي أنا لي ستامات الشرف أنا مساعد سوما مرك عاد مسحوا على الخفين سمين يستها نيد وين تكون جلسة؟ اسمح لي مركان ويسست شرابات في المصحة. هي. مركان دور كي تكون شقادي أو كله كبيه وانكسى الكل كان ويسست كذي كبيه وشرابات كسى مس شرابات في المصحة مس كبار المصحة. إن لبضة خفين لبضة بوين نقول كران هدي أدنية يستيد شرابات كوينة خفين كي كويهين ها. سوكسيس كي بعد واحد من اللي يستين يخفين كي كويهين كبها وتصار يسا يجد مسحيسا هدي عاد إلى كبها أي وحبة عاد كل يستين إنه يخفين كويهين كبت دوشي هذا المسحيسا نيد هذا يكون حرانته آه لا بد هاد بكي عاد هو نيد يستين أي يكون حرانته الله كلام الله بلينا بودي مين بنك الشقيني هذا ولا سديد بلو مين صح مركا أنا دور شو مركا نجوعي أسرادي قصرية صلاة دي دورة دنت ودوري وعصر وسكدري دوري عصر وسكدري لكن أحيان سبيني أفرفر تكلي هي مثل صاحبك اسمه لبلم تكلي لو عم كور مجبور قاعد مجبت مشينا كور نوع مجال هذا ديونا مجبت أنت بدل حقنا جوناي أفرفر وين تكلي ميل لبلم تكلي سديدة تكلي حديث كأيمك شيء تروي شيء ماشا إلى سنة شوكتابة نيزة تنمية ماشا أدي مدده لأشغالي بدن إسعاطة هاي هدي لك فسحة صد عشان وصوب السحة عفر عشو حقراني من إنت بدن دتك مبين مادان وبي سي سا مبين تبان ساعة دولة درافنا سا لكن إسابو ماشا كنت كون يو أفرك عدود دهورة يو أفرك عدود وعصر كوس عصر يدور نص علي براو نحيس سا اسكو دويه سا مغرب الصلاة نوصل قال إسحاق لكن مرة راح كنت كنا صلاة مرة راح نوصل بحر. صح. ثم جاء أفر كنت كنا يو ظهر يا أفر عصرة أيو يسوع الله ولا بكر دقيا. صف. سيدا صح ذا قف كده مسافر يا هي وإن وحلو أقول يا هي لبا الريموت وقصري يا جمعي قصري وصلاة أفر ترجع عدود أهيت لبا رجع عدود إن لقى تكده. جمعنا وحوي لبدي صلاة الظهر يا عصر إن لا سكانه أو أما جمع تقديم لسمية أو حق الظهر كي لبدي صلاة بلقوت كده أما جمع تأخير لسمية وقت عصر كلقوت كده تسأل أقول إيه أدوه هدي عد قصري عد ماشي كسرتي جمعي بعد سمية قصري بعد سمين سلا أنا يستي إلى حق الدكان هاي مدام إم بدن 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 عنجو هذا دكان هاي محاو جمعين يساب معنا شقادة دي إم بدن ومدى الدكان هاي وإم بدن عكس شقينة مركا أنا جمعي أنا كسر تتبهد ماشي وحايا سفر كسر سكو جمع هاي يساقنا السفر والملاورة إك سفر كينا وات سارتي جمعينا ولي ووضا سيدا صح ذا هدي أني ستي ماشي إنا الدكتي وماشي يكون مجال هذا يكون نقطتي وأنا صلاة سيدة عادية صلاة كذا وقتي إذا كنت كذا سيدة صح لا هدا أني ستي سيدة هدا مسافر تهاي ومجال هذا إيه الكاجي دتك كاجي أتكلم قنطاي مال الديارات وسير عادين أتشوك تيد
رخصة وين قال تايو سلادين لا والله هذا كنت كتا إن وقتي أنا أجمع عيسى تحسنا ضديت لا والله هذا واحدة بعد عملها وقتي واحدة بعد عملها وقتي جو مرة دي أنت عاد علاج دو أي شرتو علاج السفر علاج السفر أنت أي شرتو ولي واحد لا هذا هاي رخصة دي بعد لا هذا هاي أقول عن شيء ياها إن أنا مرة سلادي جابين كرتين ها تبغى تشير دي عمل كده وهو شو أسوي بدنيه marka inta safar ku jirtid leen deegaankaaga ma joogtid xitaa niyad ahaan ma dareemaysid gurigaaga ma hameesh kaam baad ku jirtaa ha kaam ka ani time baa lagu oran karaa shaqadii ka jirtay nagata wax aad xitaa adigu ismaamushid inta san joogaya ah ma aha ha marka wali waa safarkii weey ha sheekh fadal ani tiro tobiga ka baxsan soo waxa weey salaad oo baad isha marka inta kala saahan salaad inta ku ويتكا ويتكا صح مكا ركبة وحي تدبا وحي نير بانك آخرنا يوو تدبا وحي كيو هل ركع ويكا صحي سال تدبا وحي كوين سد حد ركع ويا اللبا وخوري تحيات يوحد ترميس صح خالك دبا كدر يساسي اي مخد مكا صلاة ودو كذا لك مرة حالا كتورا مرة سد حد كيو وميش مير صار الشيخ وايه هرت صلاة الليل جود أهان عائشة رضي الله صلاة الليل وهي هرتها وحي عشاء كدم بيعرض وان صلاة الليل مر حدث صلاة العشاء اللي تكده أنت كدم بس وان سني راتبك هذا عشاء موي وحي كدم بيعرض وان صلاة الليل بورت الليل هذا عائشة رضي الله عنها نبي صلى الله عليه وسلم حلو ويدي صلاة الليل كيس سبوا أها وحي تشدي مثنى مثنى بوها الله والله برق عذاب بوها صلاة الليل محا أغير هل رقعت با أغير وترنا هل رقعت با أغير وترنا هل رقعت هدي آت هل رقعت كتيد وترك أقول كود مسترين واحدة باتاملا هدات كبدي سيد والله والله برقعت سالان الله برقعتوت إيو هل رقعت وترة أف رقعتوت هل رقعت وترة مركز تويتر كمجي عيسو وترة إسدير tirada is dheer saddex bay noqon kartaa shan bay noqon kartaa hal bay noqon kartaa toddoba bay noqon kartaa waa inta ugu witr marka labada rakaco waa sida fajr ka kala sida caadiga fajr ka kala loo tukanay hal rakacdo gaar ah ayaa tukanaysa sideed rakacdood ba waxdiidii ma jiraan ha waxdiidii ma jiraan hadii aad marmar xiriirisid iyo hadaad markaas xiriirisid wax dhibaato ama laha لكن سيدة السنة آه وإن لو لبرك على دلوقتي كذا لبرك على ترتيد رجعت سيدة حادنا سيدة أسمي سيد سيدة ده بقى سنة ها إنا دوا فقدت بمركز تكاء شر بدن كنا خير بدن إنا خلافت آه سنة ها إنا دوا فقدت مركز تا سنة قف كأنه كده دالو سببته سنة هو باس كي وحي لقب بدبادي وي عمل كأنه وكان سحي آه ها آه. لو لبدا وي سؤال ما كنت صلاة الليل هدي أنا مشقة عن بحوا عن السفر كي متي أو كوريجاري متي أو إشاعي إسكتو كتي أو عن بكتير ولا عن رجل لودي أو تقول دافت هذا ده تكون وين حلا يوكا ما أنت من قلعي كلا مشان سكراف صلاة الليل هو صلاة هبين كله تكدو هدي هبين كي كورا في صلاة لقلي ما هو سنة ها هو سنة هذا قف كده ذلك كرا عشاء جمرك وتكده وإصلافين كروي وناكسين تهاي هدو إلا وفلا حرج واحد بات أعملها واحد دبلوس علينا يو أما فرض يو واجب كاتجي معه صلاة سنة أبي هيد وقت جيدين لقي قد بي قف كده السفر يهين وين تقدر صلاة الليل كه قف كه كحرن تهاي ها مرد السنة تهاي وحي عمل أو زيادة أو أن واجبات كأهين qofka iyo sidoo ilaahay ugu dhawaanayo sida uu khayrka u badsanayo isagay ku xiran tahay ah ay jazaakumullahu khayran wa sallallahu wa sallam ala sayidina muhammad barakallahu fiik wa iyyakum ya rab wa iyyakum ya rab